السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة والأخوات في هذا الفيديو الجديد. بطبيعة الحال هذا الفيديو يخص الجزائريين فقط، ويخص تطبيق جيزي أب أو ميزة المشي. إخوتي الكرام، يعني هناك في هذا الفيديو سوف نتناول عن مشاكل النقاط اللي يروحوا لكم خواتنا الكرام، زائد أنني نوريكم طريقة كيفاش راح تجمعوا فيها 20,000 خطوة في ساعة أو في أقل من ساعة، يعني بكل بساطة. يلا نروح نبدأ مباشرة، فقط لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد. ما تنسوش تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونروح نشوفوا مباشرة الشرح خواتنا. بطبيعة الحال الشرح راه بسيط جدا. لنفترض أنه مثلا أنا عندي 16,000 خطوة أو 15,000 خطوة، ثم بعد ذلك قمت بمسح بيانات التطبيق تاعي، راح يروحوا لك كامل الخطوات تاعك اللي جمعتهم، او طفيت التليفون تاعك وعاود شعلته ايضا راح يروحوا خاوتنا الكرام يروحوا النقاط تاعك. اعاد تشغيل الهاتف فقط يروحوا النقاط تاعك، زائد انك تمحي التطبيق تاع جيزي وتعاود تحمله من جديد وتسجل فيه ايضا يروح الخطوات تاعك. يعني هذه اربع مشاكل في هذا التطبيق، ضروري انكم ما تطفوش التليفون وما تمسحوش بيانات وما تمحوش ايضا التطبيق تاع جيزي وما تعاودش تشغل الهاتف تاعك ايضا. خاوتنا الكرام، نزيدو نتناولوا الان شيء اخر. لنفترض انني مثلا انا دخلت للتطبيق تاع جيزي كما راكم تشوفوا هنايا. بعد ما دخلت للتطبيق تاع جيزي راح نضغط هنا على ميزه المشي ونبدا نمشي بشكل عادي. يعني كما راكم تشوفوا الان عندي 12,000 خطوه وزياده. هذه خاوتنا الكرام ما شفناها. الان شوفوا معي مثلا الفوق خاوتنا الكرام. مثلا نفترض انه انا قمت بالمشي من قبل ثم بعد ذلك حولتها الى جيجات، وتلك الجيجا مثلا حولتها مثلا 6 جيجات ل 20,000 خطوه. بعد ذلك قعدت لي 1 جيجا ولا 2 جيجا، هذه فهمنا. مثلا قعدت لي 2 جيجا او 1 جيجا، ثم بعد ذلك انا عاودت مشيت ولميت 20,000 خطوه. بعد ما اقوم بتحويلها الى 6 جيجات، يعني الجيجات الاولى يروحوا، يعني الجيجات الاولى القديمه يروحوا والجيجات الجديده يقعدوا لك، فهمتوا؟ يعني لذلك انتبهوا من هذا الامر. يعني حتى كي تقعد لك يعني انت نص جيجا او 500 ميجا، ثم بعد ذلك لم 20,000 خطوه عفوا وحول الى 6 جيجات، وبعد ذلك بعد ما تروح لك 500 ميجا ذيك يعني راه عادي. فان شاء الله تكونوا فهمتوني خاوتنا، هذه فهمناها. الان يعني هذه هي الجميع مشاكل تطبيق جيزي اللي لازم تتجنبوها. الان راح نروحوا مثلا طريقه، مثلا وانت قاعد برك في بلاستيك تجمع الجيجات كيفاش راح دير. كما راكم تشوفوا هنايا ندخل التطبيق تاع جيزي، بعد ما شغل ميزه المشي راح نخرج من تطبيق تاع جيزي، ثم بعد ذلك نحرك التليفون هكذا يمين وشمال، او نحركه هكذا او تعمل هكذا. المهم خاوتنا الكرام دير سبور، لا راك تحرك يديك. المهم خاوتنا الكرام بعد ما تحرك يديك مثلا كيما حوالي ساعة راح تجمع 20,000 خطوة بدون أي مشاكل. خاوتنا الكرام أنا جربتها شخصيا، خاوتنا الكرام يعني جربتها حوالي 10 دقائق فقط جمعت أكثر من 3,000 خطوة خاوتنا الكرام. وبعد وأنت تحرك في هكذا يدك خاوتنا الكرام، يعني هكذا هكذا هكذا، المهم تحرك فقط هكذا هكذا بهذا الشكل راح تجمع 20,000 خطوة. يعني إذا كنت ماكش حاب دير صبور خاوتنا الكرام، أو بالنسبة للناس اللي قاعدين بركة في الدار ما همش يخرجوا برا خاوتنا الكرام، هذا كله ما في الأمر. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة.